طيب انا لو حلمت ان انا ببيع او بشتري قطه، بصي، بتبيعي ده معناه ان انت عرفتي قد ايه اتمكر بيكي فبتستغني. بالظبط، عرفتي؟ لكن بتشتري بتستجلبي. يلا تعالوا تاني. تمام، بتستجلبي الاذى وبتستجلبي المتاعب والمصاعب. بس في حاجه، لو اشتريتي قطه صغننه ده معناه ايه؟ معناه ان انت هتسعي ورا طبيب لانجاب علشان بيبي. البيبي. اه.